في عناوين نشرة الليلة: تركيا تكشف مكان جثة الخاشقجي، الحريري التضحية دليلي. أنا مستعد خاطر بنفسي وبشعبيتي ومستقبل السياسي ألف مرة لأحميكم جميعا. النواب المستقلون يلجؤون إلى الفتوى. إني استعملوا الباب الخضر. هل يحق للبلديات مصادرة المولدات؟ وقف له، هي بتشتري البلدية مولد كهرباء. الجيش السوري يحرر مخطوفات السويداء. يضعان ما كتبت لحنت في ترانس. اعتقلوا الرئيس في فن الخبر. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.